أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة عملت العمرة مع أقاربها، وعندما انتهت من الطواف والسعي وبقي التقصير ذهبت ولم تقصر إلا في الرياض، فهل عليها شيء في ذلك؟ ليس عليها شيء، يعني فالتقصير يجوز في كل مكان، في داخل الحرم وخارج الحرم لا بأس بذلك، نعم، لكن بشرط أن لا يجامعها زوجها حتى تقصر وتكمل عمرتها، نعم.